أهلا بكم. صحت مدينة عدن على انفجار إرهابي استهدف مقر تموين لقوات الحزام الأمني المدعوم من الإمارات، وأدى الانفجار إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. تأتي عملية التفجير هذه بعد سلسلة عمليات إرهابية شهدتها عدن، ذهب ضحيتها مسؤولون وقيادات أمنية وعسكرية وأئمة مساجد. ويرجع أمنيون سبب استمرار عمليات التفجير إلى خلل في الجهاز الأمني نتيجة انقسام وحدة القرار الأمني فيه بين التحالف والشرعية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش الأحداث في عدن في محورين: لماذا تستمر العمليات الإرهابية في عدن؟ وما هي الآثار السلبية لانقسام وحدة القرار الأمني بعدن بين التحالف والشرعية؟ انفجرت سيارة مفخخة اليوم الثلاثاء مستهدفة مقرا أمنيا تابعا للحزام الأمني. تشهد عدن منذ عامين سلسلة اغتيالات وتفجيرات، كما تعيش المدينة منذ محاولة الانقلاب في يناير الماضي انقساما سياسيا بين الشرعية والتحالف أثر على وحدة القرار الأمني وأضعف قدرته على ضبط الأمن في العاصمة المؤقتة عدن. نشاهد هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. الصورة تقول الكثير، عدن تحت الإرهاب، وفي كل يوم من أيام عدن والإرهاب عداد الموت لا يتوقف. عشرات الضحايا بين قتيل وجريح سقطوا بتفجير سيارة ملغومة استهدفت مقرا تموينيا لقوات الحزام الأمني في حي عبد العزيز في المنصورة. على هول الصدمة استيقظ السكان وضجت المدينة بأصوات سيارات الإسعاف والمنقذين، وتلك مشاهد لافتة في الآونة الأخيرة لسكان العاصمة المؤقتة، حيث شهد هذا الحي ما يقال الآن أنه أعنف هجوم إرهابي وقع في حي مكتظ بالسكان. العملية التي تأتي بعد نصف شهر من الهجوم على مقر قوات مكافحة الإرهاب تترك تساؤلات عن مصير الخطط الأمنية التي تتحدث عنها الأجهزة الأمنية بين وقت وآخر، غير أن أكثرها عنفاً هذه التي ضربت مقراً أمنياً للحزام الأمني صباح اليوم. هذه أو تلك هي عمليات متقاربة من حيث التوقيت، لكن من حيث الدلالات فهل سيكون من السهل تحليل الموقف على المتابع لمشروع الإرهاب في عدن الآن بعد أيام من حدوث سلسلة من الانفجارات والاغتيالات، إذ لا يبدو في أغلب الهجمات الإرهابية في عدن سوى هدف واحد، مقرات الحزام الأمني ونقاط تفتيش وأئمة مساجد ومسؤولون عسكريون. تسمع في وسائل الإعلام الناطقة باسم هذه الأجهزة عن اجتثاث الإرهاب والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن عدن، لكنك على الأرض لا تلمس سوى المزيد من الارتخاء والهشاشة الأمنية في مواجهة هذه العمليات التي تقع على التوالي وتمثل تحدياً أمنياً لسلطة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، وقبله الحكومة الشرعية ومن خلفهما التحالف العربي الذي دأب على تشكيل فصائل وأجهزة أمنية بمسميات مختلفة لكنها فشلت في الجانب الاستخباراتي، وهو ما يكشف ليس القصور للتحالف العربي بل والفشل أيضا. فمن تحليلات الهجمات تنسب إلى فاعل داخلي أكثر مما هو خارجي، إذ لم تنجح الخطط ومع كل عملية تكشف أما عجز هذه الأجهزة أو تخبطها، بينما تبقى الكثير من الشكوك تدور حول من يحرك هذه الأذرع في العاصمة المؤقتة. لم تعلم هذه الجرائم اليمنيين كيف يغادرون هذا الوضع الكارثي التي تعيشه البلاد وليست عدن وحدها في زمن الحرب، ولم تمنحهم سنوات العذاب هذه ولو شيئا من العقل لمواجهة الإرهاب بأنواعه والعمل على مواجهة هذه الأزمات متعددة الوجوه، لا سيما نافورة الدم التي لا تتوقف. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن المحلل السياسي الأستاذ فؤاد مسعد من عدن. أهلا بك أستاذ فؤاد. مرحبا وأهلا فيكم. حياكم الله. إذن أستاذ فؤاد، كيف يمكن فهم استمرار العمليات الإرهابية بعدن رغم وجود قوات التحالف كذلك أجهزة أمنية مجهزة بإمكانات حديثة؟ في الحقيقة يعني لا يمكن أن نفصل هذه العمليات عن السياق العام وعن المشهد العام الذي تعيشه مدينة عدن. مدينة عدن يعني التي تحررت قبل قرابة 3 سنوات من
قبضت ميليشيات الحوثي وخلالها تم تدمير البنى التحتية والخدمات وجميع المرافق، وبعد التحرير بدأ البناء من مرحلة الصفر، وما يعني صعوبة البناء خصوصا يعني في ظل الأوضاع والتحديات التي لا تزال قائمة. ظلت المدينة تواجه يعني مرحلة معقدة نتيجة البطء في عملية تشكيل وبناء الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى أن هناك يعني معوق ملحوظ يتمثل في ازدواجية القرار الأمني وازدواجية الأجهزة الأمنية. كل هذا يعني يشكل ثغرة يمكن أن تتسلل منها هذه المجموعات الإرهابية للقيام بالمزيد من العمليات، ولا يمكن يعني الحديث عن مواجهة هذا الخطر على يعني ثقله وعلى ما يكون من مخاطر إلا بأجهزة تكون على قدر يعني هذا التحدي، بالإضافة إلى أهمية وحدة القرار ووحدة القيادة التي عن طريقها يمكن أن تكون هناك خطط موحدة لمواجهة هذه المخاطر. أما في ظل يعني وجود أجهزة إدارة عن جدر متباعدة وجدر متنائية فلا يمكن يعني الحديث عن قرار أمني موحد ولا عن جهاز أمني موحد في ظل يعني تعدد وتنوع وتفاوت هذه الأجهزة الأمنية. طيب يعني هل يعني بخصوص الحادثة اليوم، هل تم أو أعلن أو جهة ما تبنت هذا العمل، ومن أساسا في مصلحته ضرب الأجهزة الأمنية بهذا الشكل؟ داعش تبنت يعني تنفيذ هذه العملية كما تبنت عشرات العمليات. يعني داعش كلما وجدت ثغرة تستغلها على الأقل للترويج الإعلامي وإثبات أنها لا تزال موجودة وأنها لا تزال يعني قادرة على استهداف خصومها، وهو يعتبر يعني كل ما يتعلق بالحكومة وبالمجتمع هم خصوم بالنسبة لداعش، بخلاف تنظيم القاعدة الذي اقتصرت يعني عملياته في الفترة الماضية على استهداف جنود وضباط ومراكز الأمن. والقاعدة أو داعش كلما وجدوا ثغرة يتسللون منها لتنفيذ هذه الأعمال لن يتورعوا عن القيام بها، كلما وجدوا نقطة ضعف يعني يعملون على الاستفادة منها. ويعني السؤال هو أو التحدي هو يقوم على الحكومة الشرعية وعلى ما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية كيف تتواجه هذه المخاطر، لأن المعروف أن داعش أو القاعدة أو أي مجموعة مسلحة لها أجندة سياسية ولها أهداف، لابد يعني أن تستغل نقاط الضعف وأن تستغل يعني المناطق المفتوحة والمناطق التي يمكن يعني التسلل منها، تستغلها هذا الاستغلال البشع في الحاق مزيد من الأضرار في بنية المدينة وفي قتل المزيد من اليمنيين في هذه المدينة واستهداف حتى على جهة والمرافق الأمنية التي يفترض أنها من تقوم بتأمين المحافظة والعاصمة المؤقتة عدن. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ فؤاد. أرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام أيضا من عدن، المحلل السياسي أستاذ فهمي الثقاف. أهلا بك أستاذ فهمي. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. أهلا وسهلا بك. إذن أستاذ فهمي، سيارة مفخخة تستهدف مقرا أمنيا للحزام الأمني، هناك من قتل وهناك من جرح من أفراد الحزام، ما هي أبرز النقاط التي تراها في حدث اليوم؟ حدث اليوم هذا طبعا ليس غريب وليس بجديد ولم يكن مفاجئا ولم يفاجئنا أيضا إذا ما تكرر وستكرر مرات في تقديري، لأن الوضع ينبغي أن ننظر الأمر ننظر إلى جذر المشكلة، أين يكمن الخلل؟ طبعا شهد اليوم طبعا من تفخيخ السيارة الفخرة في نفس المبنى هذا استهدف من قبل، مبنى الحزام الأمني في حي عبد العزيز استهدف من قبل، يعني قبل بضعة أشهر استهدف المبنى هذا وسقطوا فيه ضحايا وإلى آخره،
والصادق الان نفس الكلام يعني المطبخ حق وهكذا نفس المبنى او قريب منه. المهم قبل فتره يعني بضع اسابيع ايضا وهكذا صادف مكافحه الارهاب والى اخره. هذه رسائل داميه يتبادلها اطراف الصراع في اليمن فيما بينه وبين ضحاياها يمنيين وادواتها للاسف الشديد يمنيين ايضا. يعني ينبغي اولا من المسؤول عن الامن داخل المدينه داخل حرب عدن. ايوه لم نقل من المسؤول عن الامن داخل المناطق المحرره، لا نحن نتكلم عن عدن الان. من المسؤول عن الامن داخل مدينه عدن؟ القوات الشرعيه لا عطلنا ليس مسؤول الشرعيه عن الامن، لان الشرعيه اصلا لم يمكنها احد من القيام بدورها مؤسساتها. لا الوزراء يقوموا بادوارهم كما ينبغي معتقلين او غشوا بالموضوعين تحت الاغاني الكبريه في معاشي. طيب الحزام الامني وغيرها من القوات التي شكلتها امارات وين؟ اول والاخير عن امن عدن، لان الامور في قبضتها. هذه الميليشيات هي شكلتها، الحزام الامني هي شكلته ولا اعرفه، وبالتالي هو المسؤول طبعا عن امن المحافظه. النقاط كل النقاط بايد الحزام الامني، انا مستغرب يعني مع كل النقاط بايد الحزام الامني، الحزام الامني يتواجد في كل مكان، طيب كيف حصل هذا؟ كيف اخترق هذا؟ كيف يعني؟ لكن علينا الا نذهب بعيدا ولا احد يستغفلنا في اشياء زي هذه، اقول حاجه واحده يا سيدي العزيز. اولا نلاحظ انه على مساله الامن والورقه الامنيه يتم اللعب او يلجا الى اللعب بها عندما تحصل احداث معينه تمس مصالح لاطراف معينه من اطراف الصراع في اليمن. على سبيل المثال يا استاذ، عدن الان قبل منذ ان ادعوا تحريرها او منذ ان اطلق عليها مدينه محرره، نحن الان ندخل على السنه الرابعه تحرير. ما الذي تغير في عدن؟ لا شيء، ولن يتغير شيء، لان مشيئه الامارات تريد هكذا. عدن بالنسبه للامارات خطر، عدن بالنسبه للامارات منافس طبيعي لدبي ولا غيرها، ومنافس طبيعي لميناء جبل علي. فبالتالي لا ينبغي ان تشهد عدن امان واستقرار وما شئت وتنميه والى اخره والامارات داخلها، هذا لا يمكن ان يسمحوا به. بالدليل انه ثلاث سنوات قل لي ما الذي تغير داخل عدن؟ لم يتغير داخل عدن شيء. طيب وهو السؤال ايضا يعني حول ان عمليات التفجير تطال مسؤولين قيادات. لحظه بس اكمل لك. طيب ايش اللي حصل؟ اللي حصل انه عندما زار السفير السعودي بين عدن وزيارته الاخيره عدن قبل بضعه اشهر، زار بين عدن واعطى توجيهات بدخول بعض السفن التي كانت راسيه جوار الميناء ولم يسمح لها بالدخول. تمام؟ اوكي. الامارات سلمت رساله السعوديه شركتها بالتحالف. كان الرد مهلة على الحكومة عبد الرب اسبوع عبر المجلس الانتقالي، لاحظ الرسائل التي يتم تبادلها بين طرفي التحالف. ايوه. وافتحت عدم الفوضى في يناير 28 يناير. هذا كان الرد الاماراتي. طيب بعدها ماذا حدث؟ ايوه. منع وزير النقل حين من اكمال زيارة. اتمت السيطرة او الاعلان عن صفقة الغاز بين الحكومة اليمنية والإمارات، الحكومة اليمنية لم يعلن مسؤول منها واحد انه باع غاز للإمارات، الإمارات سبقت لنا بهذا معروف الأمر للأسف الشديد. طيب بعدها نائب الرئيس قبل أسبوع أو أقل من أسبوع يلتقي بالسفير الصيني هنا قبل يقولون الإمارات ولعبت الورقة الأمنية. يعني أنت تربط الآن ما بين هذه الزيارة وما بين ما حدث في عدن. يا سيدي علينا أن نفكر بضبط أبو ساعة. الأمر لم يقف عند هذا الحد. طيب يا اخي لك ثلاث سنوات الان احنا داخلين على الرابعه وانت المسيطر وانت اللي شكلت هذه الاجهزه الامنيه كلها تقدر تضبط امن مدينه كعدن بكل يسر وسهوله، مداخلها معروفه ومخارجها معروفه وتستطيع ان تحكم السيطره عليها. السؤال حقا اللي يحيرني انا، الشرعيه ايضا تتحمل جزء من المسؤوليه لانها صامته عن كل هذا العبث الذي يحصل. احزاب اللقاء المشترك انا اسميها احزاب العار المشترك تخلت عن برامجها الموجودة في وظائفها الحزبية وصمتت ولادت بالصمت، لم تتصرف كقوى وطنية حقيقية يمنية فاعلة وتعلن الرأي مما يحصل داخل اليمن. اليمن اليوم يتعرض للتمزيق، اليمن اليوم يتعرض للضرب تماما في السجن الاجتماعي في أمنه واستقراره واقتصاده. وهؤلاء كلهم صمود في حالة صمت. طيب دعني حتى المخجل يعني
استاذ فهمي ارجو ان تتفضل بالبقاله. الى ما يحدث ويصمت، تعال احدث في وطنك. مفهوم، ارجو ان تتفضل بالبقاء معي استاذ فهمي. دعنا نذهب الى واعود الى الاستاذ فؤاد مسعد. استاذ فؤاد، الان يعني عندما نتحدث عن وجود اجهزه امنيه في نهايه المطاف، هناك من يقول على ان هذه الاجهزه الامنيه تدين بالولاء ليس الى الشرعيه، هي تتمرد على هذه الشرعيه وتدين بالولاء لجهات خارجيه، فكيف من الممكن ان تقوم بمحاربه او بفرض الامن ومواجهه الارهاب؟ هل تتفق مع من يذهب الى هذا المكان او الى هذا التحليل؟ عزيزي، يعني نحن نتحدث من حيث المبدا وبالنظر الى يعني على افتراض حسن النيه لدى جميع القيادات المسؤوله عن يعني الاداء الامني بغض النظر عن ارتباطها. صحيح انه اجهزه امنيه هي يعني التي تكاد تسيطر على عدن، لا تدري بالولاء لوزارة الداخلية ولا الحكومة الشرعية، لكن حتى مع ارتباطها مثلا بدولة الإمارات أو بالتحالف العربي، التحالف العربي يعني أهدافه معلنة واضحة أنه يدعم الشرعية اليمنية ويدعم الأمن والاستقرار، وبالتالي يعني ليكن المرجعية هو الحرص على أمن واستقرار البلد، حتى لو لم تكن هذه الأجهزة أو هذه يعني التشكيلات مرتبطة بشكل أو بآخر بالحكومة وبوزارة الداخلية تحديدا. فعلى الأقل مع افتراض أنها تتبع التحالف العربي، التحالف العربي يسعى حسب ما هو معلن يعني للأمن والاستقرار ولإعادة الشرعية. أما يعني إذا كانت يعني إعادة الشرعية بهذا الشكل تكون شرعية مستضعفة، شرعية مطاردة، شرعية إذا حقق إن ذلك لن يشكل نموذجا، وعلى العكس ذلك يشكل داعما اضافيا لميليشيات الحوثي الانقلابيه على اعتبار انها يعني قامت بالانقلاب على الشرعيه السوريه، وما يجري في المناطق المحرره لا يختلف على هذا الانقلاب الا في المضمون او الا في المسميات، اما في المضمون فهو واحد، يعني طرد المسؤولين الحكوميين، طرد الحكومه وملاحقه للمسؤولين الحكوميين، حتى من يتحدث باسم الدولة وباسم أجهزة الدولة يعني يوضع في خائلة في دائرة الخيانة وفي دائرة يعني الاستهداف أيا كان هذا الاستهداف. لكن لازم ننظر أن التحالف العربي وكما أعلن أنه مسؤول عن أمن وإعادة الشرعية على الأقل في المناطق المحررة، وبالتالي فهو مسؤول عن دعم الأجهزة الأمنية بشكل رسمي وبالتوازي يعني مع اشراف وقياده الحكومه اليمنيه، على اعتبار انها هي الحكومه الشرعيه التي يتعامل مع التحالف العربي والتي دخل التحالف العربي بدافع وبهدف حمايتها وتمكينها من يعني من المناطق، ويظل هذا يعني التزاما سياسيا واخلاقيا على التحالف العربي سواء السعودية أو الإمارات، وأي تلكو وأي تباطؤ في هذا الجانب يعتبر يعني نوع من النقص يبرر للميليشيات أن تواصل تشبثها بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، وهذا أيضا يضعف الحكومة الشرعية ويضعف حتى يعني الأداء القتالي للجيش الوطني وللمقاومة التي تسعى لاستكمال تحرير الاراضي اليمنيه من سطوه وسيطره الميليشيات الانقلابيه، ما دامت يعني المناطق المحرره لم تقدم نموذجا يمكن البناء عليه ويمكن الاعتماد عليه في يعني تبني خيار استكمال التحرير ومن ثم بناء الدوله الاتحاديه اليمنيه المأمونه. أشكرك إذن أستاذ فؤاد مساعد المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بالعودة إليك أستاذ فهمي الثقاف، إذن يعني اليوم تم التداول على يعني نطاق واسع لأن وزير الداخلية كما يبدو وجه مذكرة رسمية إلى قيادة التحالف بضرورة قطع التعامل المباشر مع الأجهزة الأمنية، وفي نفس الوقت حذر الأجهزة الأمنية من التواصل المباشر مع التحالف. هل يمكن أن يعني يحل هذا بشكل أو بآخر الإشكالية الأمنية في عدن؟ الله يا سيدي العزيز، شر البلية ما يضحك. عدن علينا أن نعترف ويجب أن نعترف وأن لا ننكر الواقع الحالي الراهن في محافظة عدن.
عدن مدينة محتلة من قبل الإمارات. إليك أكثر من دليل. كل الهندوم الإسلامي الإماراتي ويضع حجر أساس المشروع نسبيته مش عارف ما هو داخل عدن مع وزير مطلوب للتحقيق في حكومة عدن وقد أعفي من منصبه. ماذا يدعى هذا؟ وفي نظام غير الشرعية أو سلطة الشرعية على الأقل سلطة محلية اللي تمثل الشرعية. ماذا يدعى هذا؟ أليس احتلالا؟ أليس تعالى تصرف وضعها سيدي بعد وضعها؟ طيب بالأمس وتقريبا أمس أعلن عن ما سمي أو ما أسمي بأسبوع زائد برضو المندوب السامي الإماراتي اللي عمل هو فريق الإماراتيين العاملين في الهلال الأحمر الإماراتي يعلنوا عن ما يسمى أسبوع زائد أيوة. على أنه سيوقعوا مشاريع مع جهات لا تربطها أي صلة بالشرعية يعني لم لا تقبلها أي منصب في الشرعية عمليا المفروض أنه من اللي يتم توقيع الاتفاقات مع من؟ يتم توقيع الاتفاقات مع الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل العالم والتي اعترف بها هذا التحالف والتي حسب ما ادعى التحالف الجامع الذي دخل تدخله في اليمن أنه دخل من أجل إعادة الشرعية وإعادة السلطة الشرعية. طيب لماذا يوقع اتفاقات مع آخرين لا يمثل الشرعية بصلة قصدي لا يشغلوا فيها أي منصب رسمي أي صلة لكنه ديدن الإمارات سبق وأن وقعت مثلا على سبيل المثال اتفاقية مع حكومة أرض الصومال صوماليلاند حول استثمار ميناء بربرة وهذه الحكومة والجمهورية لم يعترف بها أحد من العالم في العالم كله وتركت الحكومة الرسمية للصومال هذا ديدن الإمارات. فكيف يفعل وزير الداخلية عن الوكالة الأخيرة؟ من سيصل إليه أو من يسمعه؟ فعلا هو عمل الحق عمل الصح. طيب أمام كل ذلك أستاذ ثامي لم ينتج عنه شيء أمام كل ذلك ما هو الحل أو ما هو الخيار المطروح أمام كل ذلك وكل هذه الإشكاليات ما الممكن أمام الشرعية للقيام بعمله لتفعيل الأجهزة الأمنية التي في الأخير يعني الشرعية المسؤولة أمام اليمنيين على حمايتهم وعلى مسؤولة أمام اليمنيين نعم لكن على الشرعية أن تخرج أولا من دائرة الاستلاب التي تعيشها على الشرعية أولا أن تضعها أن تفك رهائنها هؤلاء أو أولهم الرئيس هي مثلا وفق ما يتداول داخل السعودية الشرعية عندما تتحرر أولا الشرعية تحرر نفسها مما هي فيه ساعتها سيتصفى حولها كل اليمنيين وستحرر اليمن حقيقة لا قولا عملا وفعلا ستحررها لا قولا لكن للأسف الشديد ومع الشرعية هكذا ماضية في حالة انكار صامتة صمت الغبور لا يمكن أن يطرح شيء بل بالعكس ستتمادى الإمارات وتتمادى مع السعودية ويتمادى مع عامل شأن يتمادى على هذه الشرعية الصامتة ولن ينطق أحد ببنت شفاء. طيب الوضع هذا هو الوضع الطبيعي الذي تتناسل وتتعايش فيه الميليشيات والعصابات وإلى آخره وبالتالي لا يمكن الحديث عن مسألة الأمن أو الاستقرار عدن لا يراد لها أن تعيش حالة أمن واستقرار لأنه إذا شهدت عدن الأمن والاستقرار معنى أنه شهدت التنمية والتطور والنماء لذلك هذا خط أحمر لا تريده الإمارات وستأمل جاهدة على أفشاله مجرد لقاء مع السفير الصيني أثار حويضة الإمارات ولعبت بالورقة الأمنية طبعا أنا أربطها هكذا لأنه عندما تنظر يا سيدي هذه لكل الأطراف على كل أطراف الصراع قواعده ودواعش الخاصين به الذين أقرضوا وسطتهم يمر الرسائل للطرف الآخر أو لأي طرف يريد للأسف الشديد أقول هذا. إذن أشكرك أستاذ فهمي الثقاف المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من عدن وشكر كذلك للأستاذ فؤاد مسعد الذي كان أيضا من عدن معنا عبر الهاتف كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الرقيب الأبارة وجميع الأفراد في الطاقم الفني في أمان الله.